في رحاب ومسجد الإمام المغيلي بقصر زاوية شيخ دائرة زاوية كنتا وإحياء للذكرى السنوية للإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، نظمت الندوة العلمية الثانية تحت رعاية السيد والي ولاية أضرار بعنوان الحجاج العقلي عند الإمام المغيلي وخيارات المقاومة. اخترنا هذا العنوان تزامنا مع طوفان الأقصى وما يجري في الأرض المقدسة، ولأن الإمام المغيلي كانت له تجربة في إجلاء اليهود من منطقة توات. الأستاذ الدكتور عمار طالبي صال وجال بالحضور في مداخلته النفيسة عن منهجية الشيخ وحججه كأنموذج الإمام المصلح والمعلم وإسهاماته. وكان يحاجج خصومه بالمنطق وسلاحه كما يحاججهم بالعقل الفطري وقوته، ولذلك تغلب عليهم وكان يتمسك باستعمال المنهج المنطقي في أبحاثه وعلمه. من أهم وأبرز أهداف هذه الندوة وهو التعريف بالموروث العلمي والتراث العلمي الحضاري للإمام المغيلي، خاصة وأنه قد قدم إنجازات علمية وقد أسهم إسهامات حضارية. فشخصية الإمام المغيلي هي مثال لكل من يريد أن يصلح وطنه وأن يكون ذا همة في وطنه. هذا وتم تنظيم معرضا بالمناسبة على هامش الندوة العلمية. أقمنا معرض للتعريف بالشيخ محمد عبد الكريم المغيلي والكتب التي ألفها والمخطوطات. الختام كان بتكريم الفاعلين في إنجاح الطبعة ليواصل أحفاد الشيخ المغيلي إتاحة محطات أخرى للبحث والتأريخ لعالم تخطى بفكره إفريقيا للعالم أجمع.